80 انهارت لاتفاقية منظمة التعذيب نتاع عام 84 دخلت حيز التنفيذ. وهنا نحب نذكر ب 26 جوان 87 دخلت حيز التنفيذ. وهي اتفاقية تم اعتمادها من الجمعية العامة نهار 10 ديسمبر 84 تاريخ آخر مهم اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونحب نذكر هنا بمغالطة كبيرة تعملت في تونس، يقولون لنا راهو الاتفاقية صدقنا عليها عام 88 وقت بنى عليه، هذا كذب في كذب في كذب. كانت عندنا عادة وقت الزعيم الراحل حبيب بورقيبة نستناو الاتفاقية لين يتم التصديق عليها ويتم اعتمادها وتدخل حيز التنفيذ، ومن بعد نصادق وتونس صادقت على غالب الاتفاقيات، والاتفاقية هذه تم التصديق عليها وتونس التحقت بها وليت عضوة فيها في آخر أيام الزعيم الراحل حبيب بورقيبة في حكومة سيرشيد صفر. صحيح دخلت حيز التنفيذ عام من بعد كما تنص عليه ينص عليه القانون الدولي وتنص عليه بنود الاتفاقية. فتخصيص اتفاقية دولية للوقاية من التعذيب مهم. تعرف القانون الدولي أو المبدأ عنا إعلان عالمي لحقوق الإنسان عام 48، قعدنا نستناه تقريبا 20 سنة حتىش لنجينا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يعني 20 سنة باش تطورنا من الإعلان إلى الاتفاقية، ثم بعد قعدنا نستناه تقريبا 20 سنة أخرين حتىش لعام 87 بجيت اتفاقية ملاحظة التعذيب، لأن القانون الدولي يمشي بالتراكم شيئا فشيئا. وجاءت هالاتفاقية هذه في وقت حساس جدا من تاريخ الإنسانية اللي تمارس التعذيب فيه بشكل بشع، وخاصة تحت الدكتاتوريات في أمريكا اللاتينية في الجولاغ وفي غيرها من الدكتاتوريات. وبدأت المنظمات متاع المجتمع المدني، منظمة العفو الدولية سنة 73، الجمعية الدولية للأطباء اللي تضم عمادات الأطباء في العالم الكل، هما اللي بداوا يقاوموا في الظاهرة متاع التعذيب واقترحوا على الأمم المتحدة اتفاقية لمناهضة التعذيب. فاللي اقترح ماهيش الدول، اقترح المجتمع المدني. ووجود اتفاقية تنص على تجريم التعذيب، الأستاذة راضية ممكن تعطي تفاصيل أفضل مني بحكم هي محامية وناشطة في المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، لكن حبيت نأكد على أهمية وجود آلية دولية. وتعرف الإنسان كيف يبدأ ضعيف علاش يتكى، كما في القرآن الكريم يقول لو ألنا لي بكم قوة باش نقووكم أو آوي إلى ركن رشيد. احنا في حقوق الإنسان كحقوقيين كنشطاء الركن الرشيد متاعنا اللي نشدوا فيه هو الاتفاقيات والمواثيق الدولية هذيك اللي باش نطالبوا بتفعيلها، لأن هي تمثل الضمانات متاع احترام حقوق الإنسان. سي عبد الوهاب، نشوف أمامي في دي بينز مكتوب عليهم بعض الشعارات. دي شعار اللي اخترته الجمعيات في تونس والجمعيات الدوليه اللي معاها لا للتعذيب، منع التعذيب كما في السياق، انه اللي قاعدين يسوقوا توا في تونس ممنوع التعذيب. ثم شعار لا للنسيان باش ما ننساوش ضحايا التعذيب، ثم شعار ايضا نعم للمحاسبه. وهذا اللي يلخص تقريبا الروح نتاع الاتفاقيه هذه، انه تعذيب مجرم ويعاقب الانسان اللي ارتكبه، انه ما ننساوش الضحيه نتاع التعذيب ونعيدوا له الاعتبار، وانه لازم نحاسبوا المسؤولين على جرائم التعذيب. وانت زاد تحملين شعار لا للتعذيب مدام راضيه، هل ما زال التعذيب متواصل بعد توقف المتجر؟ طبعا ما من المؤسف ان التعذيب كممارسه ما زال متواصل في مختلف الاماكن، يعني في مراكز الشرطه، في السجون. يعني احصينا اعداد لا باس بها من الضحايا، واتصلوا بنا عائلات سجناء او موقوفين باش يعلمونا بما تعرضوا له ابنائهم، وكذلك اتصلوا بنا ناس ويحملوا اثار التعذيب. وال يعني اللي نحب نقوله انه حتى الاطفال يعني وقع تعذيبهم في تونس بعد ثوره 14 جانفي. حتى الأطفال، معناها ممكن نذكر حالة طفل عمره 17 سنة محمد فؤاد البدروشي، ولهذا قالنا أنه كان أكبر المجموعة سنا الموقوفين، وقع تعذيبهم وتخويفهم بالكلاب، وقع يعني نزع ثيابهم وإهانتهم، يعني طرق الحقيقة فظيعة. عنا عديد الضحايا الأخرين اللي فيهم شكون يفقد النظر من عين مثلا، فيهم شكون يجينا بلايك زرق معناها في على مختلف اماكن الجسد. كيف تتصرف المنظمه مع مختلف يعني هذه الحالات؟ احنا بطبيعه الحال منذ انطلاق العمل في المنظمه نتاعنا كنا دائما نشجعوا الضحايا على تقديم الشكاوى ونساندوهم في الشكايه، يعني اللي ما عندوش امكانيه باش يكلف محامي احنا نقوموا له بالشكايه ونتابعوها الى حد ان يعني يتم البحث والتحقيق في الموضوع ويتحالوا المسؤولين على تعذيب الشخص هذايا على القضاء. مع الاسف اللي ممكن نقوله ان قبل في عهد بن علي
وقت اللي كان التعذيب ممارسة يومية وأصبح حتى معناها أسلوب حكم في تونس، تعرفوا اللي عدد الضحايا يعد بعشرات الألاف ومانيش مبالغ، لأنه السجناء السياسيين وكذلك سجناء الحق العام كلهم يمروا بالتعذيب. التعذيب هو الطريقة الوحيدة للبحث عند البوليس التونسي، وهذا اللي تعود عليه مدة عشرات السنين. يعني اللي نحب نقوله أن القضاء كان نجم نعتبروه شريك في الجريمة، لأنه القضاء كان يحمي دائما الجلادين. إذا طلبنا عرض على الفحص الطبي ما يتمش، والحال أن الشخص ممكن يكون أمام القاضي عليه أثار التعذيب، زرقة وجروح إلى آخره. إذا قلنا أن الاعترافات مقتلعة تحت التعذيب، يعتمدوا الاعترافات اللي مقتلعة تحت التعذيب، والحال أن الاتفاقية الدولية قبل الثورة وبعد الثورة ولا قبل الثورة؟ والله قبل الثورة أساسا، ولكن حتى بعد الثورة طلبت العرض على الفحص الطبي من محكمة الاستئناف في تونس في قضية يعني لفقت لشخص بالنظر لوجود خلافات مع البوليس، ما استجابش الدائرة، ما استجابتش. وهذا يعني أمر مدهش، لأنه الحقيقة اللي ننتظروه أن القضاة اليوم يتحملوا مسؤولياتهم ويكون القانون هو اللي يتطبق. لكن مش تشعر أنه فما تقدم معناه في هذا المجال بين قبل وتوا؟ هنا فما حالة مثلا في مدنين، في محكمة مدنين، قمت بشكوى لصالح منوبي زياد بوحافة، اللي هذا معناها صار له ضرر على مستوى عينه وعنده جروح أخرى وأضرار أخرى. قدمنا الشكوى مباشرة، وكيل الجمهورية فتح تحقيق وأحيلت على سيد قاضي التحقيق اللي بدأ معناها شرع في الإجراءات. لكن الحقيقة اللي نلاحظوه أنه يقع الشروع في البحث، ثم فما تعنت من قبل البوليس. مثلا قضية في أريانا، البوليس تقع دعوته من قبل قاضي التحقيق ما يستجيبش، يعني والقانون هنا يقول أنه إذا ما استجابش وما حضرش أمام قاضي التحقيق بالإمكان يصدر ضده بطاقة جلب. وهذا اللي نتمناه في كل الحالات اللي تكون فيها أعوان بوليس ولا أعوان سجون يكونوا غير قابلين للحضور أمام القضاء باش يتحملوا مسؤولياته. واضح. مدام راضية، في نفس الإطار، هل تعني الإطاحة بأنظمة ديكتاتورية بالضرورة أن صفحة التعذيب قد طويت سي عبد الوهاب؟ لا، ولكن ثم علاقة كبيرة بين كما تفضلت الأستاذة راضية بين التعذيب والديكتاتورية، لأنه التعذيب في العموم ما يهدفش إلى استنطاق شخص، هو يهدف إلى إسكات شعب كامل. يقول لك المثل لما حاله هو خايب ماهوش باهي برشا، في تونس عندنا يقول لك أضرب القطوسة تخاف ولا تتربى العروسة. فكانت الأنظمة الدكتاتورية، وهذا بشهادات كل الخبراء، أن تمارس التعذيب ليس لاستنطاق متهم ولكن لإسكات شعب كامل. وكانت التعذيب كان أسلوب حكم باش يترهب الشعب التونسي وباش يخاف. يقول لك نعمل شكل عملة كما اللي علقوه جارية ولا قتلوه ولا رصات له يمشي باش ترسيخ ولا حياته تدمرت ولا نفسيته تدمرت. والتعذيب ثم التعذيب المادي وثم التعذيب النفسي، واللي خذا أبعاد متاع تعذيب وعقاب جماعي، العائلة كاملة تحرمت وتعاقبت، وعدد ضحايا التعذيب هو بالألاف. هذيك علاش اليوم لازم الوقاية من التعذيب وفتح ملفات التعذيب تكون هي العلامة من العلامات الرئيسية متاع النظام الديمقراطي اللي نحب نعملوه، وتكون الوقاية من التعذيب هي صمام الأمان باش المواطن يحس أنه ينجم يقول كلمته ونجم يمارس حقوقه وحرياته المكفولة بالقانون وبالدستور متاع البلاد، ما غير ما يخاف لا يضربوه ولا يطردوه من خدمته ولا يعذبوه على خاطر الأفكار متاعه ولا خاطر انتماءاته. فهنا ثم علاقة مباشرة بين البناء الديمقراطي اللي لازمنا نعملوه وبين الوقاية من التعذيب. لكن ما نجموش نعملوا الوقاية من التعذيب كان ما نفتحوش الملفات، هاك الصندوق الأسود لا بواد دو بوندور، الكارثة اللي عندنا موجودة في تونس. علاش؟ لأنه التعذيب تمارس على النشطاء السياسيين ومن بعد ولا يتمارس على العباد الكل. والحاجة الثانية، ولا السجان ولا عون الأمن يعتقد اللي هاك اللي جابوه له وهو سليب الحرية، مسلوب الحرية متاعه، لأنه الحق المجتمع من حقه أن يعاقب بعض الأفراد الجانحين اللي خرجوا على الطريق السوي ولا ارتكبوا جرائم، ولكن مش من حقه باش يسلب لهم حقوقهم. لأنه أن يكون الإنسان سليب الحرية
معاقب ما يعنيش انه سليب الحقوق، عنده حقوق متاصله في الكرامه البشريه نتاعو، كيما عنده الحق باش ياكل وباش يرقد وباش يشم الهواء وباش يخرج للاري، عنده الحق باش يعبر وعنده الحق باش يقرا وعنده الحق باش يكون عنده حياه اجتماعيه سويه ووحده للعائله نتاعو. كل الحقوق الضروريه للبشر اللي كلنا متساويين فيها، هذيك سواء كان داخل السجن ولا خارج السجن لازم يتمتع بها. الحاجه الثالثه، وقت اللي المؤسسه السجنيه تعامل النزلاء نتاعها والمؤسسات الاخرى، خاطر ثم مآوي للعجز مثلا، ثم مستشفيات للامراض العقليه، ثم مآوي للايتام، تسلب فيها الحريه ولا تحدد فيها، لما تعامل النزلاء نتاعها بانسانيه، ممكن الانسان هذاك كيف يخرج من المؤسسه هذيك يولي هو بده يتعامل بانسانيه مع المجتمع، فاللي باش نصرفوه على الوقايه باش نربحوه في سلامه المجتمع، ولكن هذا ما نجمو نعملوه الا ما نفتحوا الباب، الا ما نعيدوا الاعتبار للضحايا، واعاده الاعتبار تمر بالاعتذار للضحايا، وانا كان بدي انه اعلى هرم الدوله اليوم جبل البقرنين ما يقعدش يتعارك، ولكن يوجه رساله للضحايا يعتذر باسم الدوله على جرائم التعذيب اللي هي جرائم دوله. ثانيا ان نلتزم باسم الدوله بانه الدوله ما عادش باش تلجا لهالجريمه البشعه هذه، ونلتزم باسم الدوله باعاده الاعتبار لها الضحايا بمعالجتهم. تعرف قبل انسان يعذبوه ما ينجمش حتى يمشي يشوف طبيب، لانه الطبيب ممنوع عليه، وكان يداوي انسان معناه ناشط سياسي ولا انسان تعذب ولا شد الحبس هو بيدو مسكين يطردوه وشد الحبس هو بيدو، عندنا ادله نتاع طبه هو بيدو دخل الحبس خاطر عالج ضحايا للتعذيب. فبالتالي لازم نعيدوا الاعتبار للضحايا لا للنسيان، وفي نفس الوقت لازمنا نفتحوا الباب نتاع الجلادين، الناس اللي عذبت، الناس اللي عطت اوامر للتعذيب، الناس اللي خطت للنظام نتاع التعذيب وقال لهم هذا نعملوا له الضوء زيدوه 30 فولت راه مازال بدنه يتحمل، ما هو هذا مجرم ويتحمل ايضا المسؤوليه. بالاضافه لهذا ثم مسؤوليه تسمى المسؤوليه السياسيه، مسؤوليه القياده، لا ريسبونسابيليتي دو كوموندومون في القانون الدولي، وهذه بموجبها تم ملاحقه عبد الله القلال في جنيف، وتم بموجبها ايضا والاستاذ راضي نصراوي في باريس كانت وراء القضيه هذه، ملاحقه حتى بن علي لانه كانت عنده مسؤوليه القياده، لانه اسمع اللي ثم تعذيب يمارس من طرف اعوان الدوله في محلات الدوله وما قام بحتى شيء في مشمولاته في سلطته باش يوقفك الافه والجريمه هذيك. فبالتالي زوز ابواب كبار، باب الاول اعاده الاعتبار للضحايا واعاده ادماجهم في المجتمع والاعتذار، والباب الثاني هو باب نتاع محاسبه الجلادين. ونحب نرجع لنقطه بسيطه في موضوع اعاده الاعتبار، راهو برشا ناس ثم اللي فقد رجله واللي فقد ساقه واللي فقد الذاكره نتاعه واللي فقد وعائله كامله فقدت السند الاجتماعي، فاعاده الاعتبار تمر ايضا باعاده التاهيل، خاطر دخل الحبس وعنده شهاده نتاع طب خرج للحبس نسى الطب ولا نسى المهنه نتاعه، في اعاده التاهيل واعاده التكوين الاجتماعي والنفسي عندها قيمه